النار أول ما بلشت من النقطة التركية، نقطة المراقبة، بلشت النار من حتى ما وصلت الجوزلية، طلعنا نطفي النار، قاموا يضربون علينا رصاص ما خلونا نطفي النار. المرة الماضية حرقوا علي شيء كذلك الأمر. يعني إحنا شو ذنبنا إحنا يا المدنيين؟ ما خلونا نطفي النار. إذا نروح نطفي النار بدهم يضربونا برصاص، ما خلونا لا نقرب على النار ولا شيء، هم يحرقون وتجي بروسها إحنا يا المدنيين. حرقوا البيوت، هسه شيء 20 بيت محروقات، هنيش انه يجوز يبينن محروقات، وهسه هذا بيت هنا هذا احترق كذلك الامر وشوفت عينك، يعني لا يخلونا نقرب على النار نطفي، وهذه مرتزقه اردوغان على الحاله هاي. المقابلين المرصد تبع مقابل العدوان التركي ومرتزقته، طبعا احنا نطلع عليهم حرقوا النار من عند المرصد كرمال تحرق هذه البيوت والمحاصيل. اجت العالم واجينا طبعا بدنا نطفي النار، يضربونا بالرصاص ما يقبلوا تطفي النار. راحت بيوت يعني مدنيه، راحت يجوز عائلات، في ناس نشوفهم يركضون، في ناس ما طلعوا من النار. قدام عيوننا اراضينا ومحاصيلنا وبيوتنا عم تروح، ما نرجع نقدر نسوي شيء. يعني هلا عم نطلب من الاداره الذاتيه عم تجي اطفائيات بدها تطفي، ما عم يخلوا، يضربوا اطلاق نار، يضربوا من المرصد كمان، يعني حتى سلاح ثقيل يضربوا كرمال ما حدا يقرب حوالي النار مشان ما تروح المحاصيل وتروح بيوت الناس. هذا على قشريه.